اليوم حابة هيك نحكي أكثر أنا وياكي مع مشاهدينا عن الأكلات اللي إحنا بناكلها، يعني ملوخية، سمك، بيتزا، فرايز، الأكلات اللي في ناس سباجيتي، في ناس بتستغرب أو يعني بتفضل أنه ما تأكلها لما تكون معزومة أو تطلع برا على مطعم، بتحاول تأكلها بالبيت تفادياً لأي حوادث ممكن تصير. فخلينا نبلش أنت بأسلوبك وطريقتك الحلو، شوف من وين بدك تبلشي وأنا معك. يلا بينا. إحنا خلينا متفقين أن إحنا استخدام الفوطة بناخدها عشان اليوم يعدي بسلام، بنحطها بالشكل ده. أوكي، عشان الثانية الثانية الصغيرة دي، عشان لو حصل وتناولت أي حاجة بإيدي أقدر أن أنا أنظف إيدي بالشكل ده هنا، ما تلمسش الهدوم بتاعتي. أوكي، ويعدي اليوم بسلام. دي طريقة بتاعت الأطباق بتاعتنا. أنت حابي نبتدي بإيه؟ بالشرب، بالملوخية؟ بالملوخية صراحة. بالملوخية، لو ملوخية بس لوحدها فأنا بستخدم المعلقة. أوكي، لو في رز، في رز فبحط مثلا معلقه الرز او معلقتين الرز، لان انا بغرف باللي هي الاداه الرئيسيه، اداه الغرف الرئيسيه، وبحط عليها الملوخيه. لكن في الحاله دي بتتاكل بالشوكه لانه الرز بيمسكها اكثر. بالضبط. في ناس بيستغربوا، بتعرفي كمان احنا هون بمصر بنستخدم ودان القط، مش كده؟ يعني هلا بعرف انه لما انت تكوني مثلا ملوخيه اغلب الاكل عم بتكون بالبيت، يعني لما الواحد يطبخها بيكون بالبيت او معزوم الواحد عند اخته، اخوه، قرايبه، اصحابه، ناس قريبين منه. ففي ناس جد بفضلوا بالعيش يعملوها ودان القط وياكلوها. هل هذا عيب بالاتيكيت؟ احنا هناكل فين؟ مع اخواتي واصحابي. يس. اوكي، ياكلوا زي ما انتوا عايزين، زي ما بدهم. هي الفكره احنا هناكل فين. أوكي. وهناكل مع مين. اوكي، لو انا في البيت ما فيش داعي للتكليف، لو انا في وسط اخواتي اكل بالطريقه اللي تعجبني، ودن قط، احط العيش زي ما انا عايزه. لكن انا في مكان بره مع ناس اغرب، هم مش اخذين عليا ولا انا اخذ عليهم، فاكل بطريقه ما تزعجش حد. أوكي. لكن ممنوع ان انا اقطع العيش واحطه في الملوخيه واخد الملوخيه بالمعلقه. الفتة لا، ما يصحش، ما بيصير. انا باكل العيش بقطع على قد الجزء اللي انا هاخده، والمفروض اللي بيقدم العيش بيكون انصاف او ارباع على حسب، وباخد القطع اللي هاكلها وبحط العيش في جنب الطبق، جنب الطبق الرئيسي بتاعك، مش جنب بطبق في طبق طبق العيش. لا لا لا، ما يرجعش تاني طبق العيش بما اني انا مسكته، وبعدين ما اقلبش بايدي. اوكي، انا القطع اللي هاخدها هي بس اللي يعني دي لمستها هاخدها. اوكي، انا ما بصير حد اللي هي دبل ديبينج زي ما بيقولوا لها. انا لمستها هاخدها. اوكي، بقطع على قد الحجم اللي انا هاكله وباكله، بالفاضي اللي هيفضل بحطه في جنب الطبق بتاعي. اوكي، والملوخيه باخدها بالمعلقه. اوكي، طب في حاله ان انا في رز، احنا في مصر واغلب الدول العربيه احنا بناكل رز، صح؟ غير اوروبا وبلاد مختلفه. الرز بيحتاج ايه؟ بيحتاج شمس وبيحتاج ميه عشان يطلع بالكثافه. في بعض الدول ما عندهمش الرز ده فبيستبدلوه بمعجنات او بيستبدلوه بالبطاطس. مظبوط. فاحنا حتى لو انت سافرتي بره، فلو طلبتي رز في مكان فهيجي لك حجما قليل جدا غير الحجم اللي بيجي لنا هنا، زي التشاينيز مثلا. بالظبط. فبيبقى المساحه قليله والحجم قليل، فسهل التعامل بالشوكه. احنا هنا في مصر فاحنا بناكل رز اكتر. فاذا انا هاكل الرز بالملوخيه او الرز بالباميه او باي صنف خضار، فانا بستخدم الشوكه، ده لو انا بره. اوكي، لكن انا في وسط اهلي، في وسط اصحابي، مفيش داعي للتكليف، اكل بالطريقه اللي تعجبني بحيث ان انا ما ازعجش الاخرين. وبما ان انا ابتديت اكل فادواتي بحطها جوه الطبق، ما بتخرجش منه. اوكي، بدل بعلم ولادنا او اي حد ان كوعك جنبك. طول ما انا قاعده على الترابيزه بتاعه الاكل ما بيتحطش لا موبايل ولا منديل ولا مفاتيح ولا علبة سجاير ولا شنطة ولا أي ولا حتى الكوع. في ناس ولا كوعي. كوعي جنبي. بس هي دي الطريقة اللي أنا باكل بيها. لو زي ما قلت لك، لو في رز انا بستخدم الشوكه. اوكي، طيب ناكل ايه؟ بطاطس مثلا. هلا استني شوي، لا لا، خلينا بالملوخيه. الملوخيه موضوعها طويل، وهلا بدنا نقول على باقي الاكلات. نادين، مثلا هلا في عندنا نوعين صحنين، في تبع الشوربه وفي الطبق الرئيسي. هلا في ناس بتحب تاكل الملوخيه تكون شويه رز مع كثير ملوخيه، انا واحده منهم، انا عشان هيك بسالك عشان برستيجي يعني. فهل ممكن اني استخدم صحن الشوربه احط فيه الملوخيه؟ ممكن، لو هتاخديه هتخلصيه كله. اوكي، ما اخليش شيء بالنص. لا. اوكي.